أهلا بكم مجددا، معكم نورس علي، وفي هذا الفيديو سأحدثكم عن الشورت سيركت بجافا سكريبت. فتتبع مع هذا الفيديو حتى تكتب أكواد أقصر ومختصرة أكثر وأكثر فعالية. فبداية حتى تتبع معي هذا الفيديو عليك أن يكون لديك متصفح، وأنا أعرف أن لديك متصفح. افتح أي متصفح، أي موقع مثلا الجوجل على سبيل المثال، وقم بالنقر على Inspect Element Console، وهنا يمكنك أن تكتب الأشياء. هنا هكذا يمكنك أن تكتب مثلا تكتب const، عفوا const number يساوي 1، والآن number، فإذن سيأتي طبعا الآن لأني عرفتها قبل قليل سيعطيني خطأ، لكن لا مشكلة بهذا الموضوع. فأنت تكتب هنا بالكونسل. إذا كان لديك بيئة عمل نود فيمكنك أن تكتب نود، والآن تكتب بداخل نود. فإذن بأي طريقة يمكنك التتبع معي، لا مشكلة. فإذا نبدأ. فإذا بداية، إذا كان لدي، سأستخدم let، إذا كان لدي number يساوي 2 على سبيل المثال، وقم بكتابة هذا التعبير أن let result يساوي number أو 5. فالresult هنا في هذه الحالة ستكون تساوي 2. لكن لو كتبت مثلا let number 2 مثلا، أو let number نفسه، أو قمت بnumber أعطيته قيمة جديدة التي هي null، وقمت بكتابة مرة أخرى result، قمت بإعادة تقييمها، فإذا الريزلت ستكون 5. فما الشيء الذي يحدث هنا؟ هذا هي اسمها شورت سيركت بجافا سكريبت، شورت سيركت باستخدام OR operator، فسأشرحها لكم بشكل سريع جدا. فإذا هنا لدينا number أو OR operator 5. فالطريقة تنفيذ هذا الإكسبريشن ستكون كالتالي: سيأتي إلى هنا ويسأل ما هي قيمة النمبر، هل هي false أم true؟ فإذا كانت قيمة النمبر true فبكل بساطة سيعيد القيمة نفسها. فهي في الحالة الأولى كانت 2، و2 هي true فانتهينا، لن ينظر لهذا القسم كله. فإذن هذا القسم كله لن ينظر إليه، فقط سينظر للنمبر، وبالتالي سيعيد لي 2. وهذه كانت هي الحالة الأولى لدينا هنا في التعبير، أن number هي true، وهل true، هل number true؟ نعم، فأعد لي النمبر، فقيمة الريزولت كانت 2. طيب ماذا في الحالة رقم 2؟ مرة أخرى سيسأل هل number true، فtrue كانت في حالتنا هي null، والnull بجافا سكريبت قيمتها البوليان هي false، فبالتالي النمبر هنا هي false. ماذا سيفعل؟ سينتقل للجزء اليميني من هذا التعبير ويعيده. فإذا لدينا 5، فبالتالي الريزلت لدينا ستكون هي 5، وهذه هي النتيجة التي كانت لدينا هنا في هذا الموضوع. فإذا هذه short circuit باستخدام OR operator. الآن سنستخدم short circuit باستخدام AND operator. فإذا لنقوم بذلك. فإذا بداية سأستخدم هنا، دعوني أستخدم Google Console حتى تروا أن كل شيء ممكن هنا أيضا. فبداية سأقوم بإنشاء let constant مثلا جديد، سأسميه number، وهنا بداخل النمبر سأكتب 1، وثم سأجلب result هكذا سأسميها، سأكتب number and مثلا 10. فما هي قيمة الريزلت هنا في هذه الحالة؟ كانت 10. الآن سنشرح لماذا. طيب لو أصبحت النمبر هنا لدينا، أعطيناها قيمة جديدة والتي هي null، وأعدنا تعريف الريزلت هنا أن number and 10، فما هي قيمة الريزلت؟ null. فكيف يحدث ذلك فعليا؟ فلنذهب ولنشرح هذا الموضوع بكل سهولة. فإذا هنا مرة أخرى لدينا number، وهنا استخدمنا and operator، وهنا لدينا 10. فالشيء الذي سيحدث هنا سيسأل هل number هي true؟ فإذا في الحالة الأولى كانت number تساوي 1، يعني true، فnumber تساوي true، فسينظر للقسم الثاني هنا ويعيده، فبالتالي الريزلت كانت لدينا 10. ممتاز. الآن العكس، هل number تساوي true؟ طبعا number كانت لدينا هنا null، فهل هي true؟ لا، هي false. فما الشيء الذي سيقوم به؟ لن ينظر لهذا القسم،
وسيعيد لي قيمة النمبر التي هي null. فإذا هذه هي short circuit AND. هذه الشورت سيركت لديها استخدامات كثيرة كثيرة جدا، وتستخدم كثيرا بالفريم ورك جافا سكريبت، فرونت اند جافا سكريبت مثل رياكت على سبيل المثال. فبرياكت نستخدم كثيرا هذه الشورت سيركت في اي حالة، هي الحالة التالية. طبعا انت يمكن ان لا تعرف رياكت، لا مشكلة، تتبع معي. استخدام حي لهذا الموضوع هو مثلا نقوم بكتابة كود، يكون بداخل هذا الكود لدينا بوكس، والبوكس هي يفترض أن تكون array من الكتب. لكن الشيء الذي يحدث لدينا أن عند التمرير هذا، ربما هذه البوكس ماذا تكون؟ تكون غير معرفة، وربما تكون null. وبهذه الحالة نحن لا نريد أن نقوم بإنشاء بتطبيق الميثودز أو الاقترانات على البوكس، خاصة إذا كانت undefined فهو سيعيد لي خطأ. فما الشيء الذي أقوم به في هذه الحالة؟ أستخدم الشورت سيركت، فأقول أن بوكس and، وثم أكتب هنا بوكس مثلا dot map أو بوكس، أطبق function عليها. فالشيء الذي سيحدث هنا أن إذا كانت البوكس true فسيذهب ويطبق عليها، إذا لم تكن true فلن يذهب لهذا القسم أصلا، وبالتالي إذا لن يعطيني أي خطأ، بالتالي لن يذهب لهذا القسم وسيعيد قيمة البوكس نفسها التي هي كانت undefined أو كانت null. هذه الشورت سيركت أن تستخدم كثيرا برياكت. جيد. الاستخدام الثاني لأور statement، الشورت سيركت أور، فكيف نستخدمها؟ نستخدمها لإعطاء قيمة افتراضية للأشياء التي لدينا. فمثلا لو كان مثلا لدي هذه استخدمتها بالكود في آخر فيديوهاتي، بالتالي سأكتبها هنا. فمثلا كان لدي sort، قيمة sort أخذها من المستخدم، قيمة ترتيب العناصر أخذها من المستخدم. فهنا أقوم بأخذ الانبوت من المستخدم لهذه القيمة، لكن ربما هذه القيمة مرة أخرى أن تكون undefined، المستخدم لا يعطيني أي نوع من السورت، لا يحدد ذلك. فماذا أفعل بهذه الحالة؟ بكل بساطة أكتب التالي، أكتب constant sort يساوي input، أكتب هنا input عفوا للكتابة، or مثلا descending. وهذا يعني إذا كانت هذا غير معرفة فانتقل لهذا القسم واجعل السورت descending. استخدام آخر لهذا الموضوع، عندما نقوم بإنشاء pagination بالمواقع هنا، فنريد أن نحصل على البيج التي يحددها الشخص. طبعا الباجينيشن يعني تقسيم العناصر حسب الصفحات، فنحن نريد أن نحصل على الصفحة التي أدخلها المستخدم. فلدينا مرة أخرى input هنا، لكن ربما الشخص لا يقوم بإدخال أي شيء، فنريد إعطاء هذه قيمة افتراضية فسنجعلها مثلا 1. فالشيء الذي سيحدث هنا، إذا أدخل الشخص input مثلا أدخل 2 ستكون البيج 2، لكن لو لم يدخل أي شيء، مثلا أدخل لم يدخل أي شيء كانت null أو undefined، فسيعيد القيمة الافتراضية 1. فإذا للاختصار، short circuit OR تستخدمها لإعطاء default values، و short circuit OR تستخدمها في حالة أنك تريد تطبيق function على موضوع إذا كان القيمة معرفة. يعني هنا ربما تكتب هنا function وتريد تطبيق هذا الفانكشن، إلا إذا يعني في حالة واحدة أن هذه معرفة، غير ذلك لا، فتستخدم or تستخدم and short circuit و or short circuit for default values. فأتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد، وأعتذر عن الرسم، هل أريد معرفة آرائكم حول الكتابة هذا، هل هي يعني غير واضحة، هل هنالك مشكلة فيها؟ فبالتالي أنا لست يعني رسامة وليس لدي يعني خط جميل، لكن بالنهاية أنا أحاول أن أوضح الأمور بهذه الطريقة. فأخبروني حول هذا الموضوع، وأخبروني أيضا إذا استفدتم من فكرة الشورت سيركت. إذا نلتقي لاحقا، مع السلامة.